ان شاء الله هنيجي ونقف جنب رئيس مبارك لانه يعني يستاهل اكتر من اللي احنا نعمله له ده. دي حاجه بسيطه اللي احنا نقدمها لرئيس مبارك. كفايه قوي 30 سنه فساد، كفايه اللي اتعمل في 30 سنه فساد اتهد في 8 شهور. 8 شهور 30 سنه البلد ضاعت، البلد ضاعت في 8 شهور.